دخول الإعلام، أنت هذا اللي يسموه change of career، يعني تغيير جذري، تغيير جذري في مستقبلي يعني. وجات صدفة كمان، هذا من ضمن برضو التخيير، أنه أنا مع أحد الأصدقاء بنتعشى، خلصنا واقفين على باب البيت، ما زلت اليوم في الليل، وقال لي عرضا كذا، قال لي عندي شلة أصحاب، هاني خوجة وكذا شلة، وشغالين على برنامج كذا ما نعرف شو هو، وطلبوا مني أني أساعدهم وأنا ماني فاضي، هو بيقول لي ويعني إذا تبغى يبغوا متطوعين، مخير ولا مسير؟ الكلمة مخير. دي مسير منه، مسير، أنا ما لي علاقة أنه قال لي المعلومة دي، مخير أني قلت له أيوة أديني رقمه أبغى أكلمه، ومخير أني كلمت هاني وكلمته، كان عنده فكرة يلا شباب على ورقة نبغى نسوي برنامج شبابي هادف، ودخلنا في مجال الإعلام صدفة بحتة. حتى بالمناسبة أني أنا أكون أمام الكاميرا هذه ما كانت في الخطة، ضحكوا علي هم. مرة أخرى مسير من ناحية أنه كان عندنا برنامج تلفزيوني أوقف، جاء الشيخ وليد يوم وقال خلاص ما نبغى البرنامج، ما كان لي أيد في الموضوع، وكنا أمام قرار جذري وقتها أنه في لحظتها أقول خلاص وإيش نقدر نسوي، وأقعد وأكتئب وأعمل قصة مؤامرة وهم ضدنا وكل العالم ضدنا، ولا أني أفكر في حل بديل. فهنا كان جات مخير أني رديت على MBC وعلى الشيخ وليد وقلت له طيب ما تبغوا يلا شباب أقدم لكم برنامج، وكان وقتها قبل رمضان. ما حاولت تعرف السبب؟ ما اتضحت الأسباب، ما قيل لي سبب واضح. هل لأنه والله كان واحد من الأبطال الرئيسيين اللي هو صديقك الفنان أحمد الفيشاوي تعرض لمشكلة في تلك الفترة ويعني؟ ما أظن سبب، لأنه سوينا موسم ثالث بدونه. فلو كان هذا السبب كان وقتها سيوقف البرنامج. إيش موقفك على بالمناسبة من النكسات اللي تعرض لها صديقك أحمد الفيشاوي؟ والله أو انتكاسات. أحمد شاب قلبه أبيض وطيب، وأنا أعرفه شخصيا وكنت معاه في المراحل هذه، وأخطأ ما في شك، ما في أحد يعني يبرر الخطأ، أخطأ وأذنب. وأنا دائما أقول أنه في مجتمعات إما تخلي المذنب يتمادى في ذنبه، وفي مجتمعات تخلي المذنب يحجم عن ذنبه. اللي حصل مع أحمد وتفاعل الإعلام والمجتمعات معه كان عديم من الرحمة تماما. وكان هو يقول لي بالمناسبة، يعني كان هو يقول لي أنا بكلم فلان وفلان وفلان من الناس اللي هم كانوا المفروض دعاء يعني، وما كانوا يردوا عليه، ما كانوا يردوا عليه اتصال. ومرة يعني شفته بعد الحادثة وأول ما شافني حضني جلس بس 5 دقائق يبكي. ليه بس يبكي يعني؟ ليش تجاهلوا الرد عليه؟ ما يعني هذا برضو كمان جزء من أنواع التناقض، أنه نحن نتكلم عن دين الرحمة وأن الله التواب الرحيم وما وكل الناس بتغلط ومبدأ العودة. فالدعاء ما ردوا عليه عدد منهم يعني، وهو حس نفسه لوحده. وشوف مين اللي تقبله يعني، شوف سبحان الله المجتمع رفض تماما عودته ليلا شباب، خلاص أنت انتهيت، أنت إكس، إيش اللي تقول تخبص التخبيص ده بعدين ترجع تتفلسف علينا؟ إكس. مين اللي تقبله وقال له تفضل وتعال وما عندنا مشكلة؟ الجانب السينما والأفلام، الوسط الفني، الوسط اللي هو الفني. كان منتمي له من الأصل. أحسنت، الوسط الفني قالوا له تفضل تعال، حسن والد ووالدته وأيضا من الوسط. أيضا من الوسط. فمين اللي احتواه؟ أنا هذا السؤال، مين اللي احتواه؟ هل هذا شيء سيء؟ هذا شيء سيء أنه الوسط الفني يعني يعود لا يحتوي أحد أبنائه؟ لا، اللي سيء أنه الوسط الديني اللي يدعو إلى الرحمة وإلى أنه كل واحد عنده فرصة تانية للتوبة ينبذه. بما أنه كان حديثنا عن الدعاة، سألت أحمد الشقيري عن موقفه من الدعاة الجدد وما يسمى الاستثمار في الدين والنصيحة، ما هو رأيه؟ أنا شخصياً ما بسوي كذا، ما أرتاح إني أسوي كذا، بس في نفس الوقت ما أقدر أنتقد اللي يسوي كذا. أنا ما يعني في النهاية هذا وقته أولاً. وفي نقطة مهمة جداً ثانية، أنه الناس أصلاً الفلوس هذه قاعدة تيجي، الناس راضية تدفع. يعني اللي سوى هذا عقود مع مثلاً شركة الاتصالات ولا أخذ فلوس على محاضرة، ما الناس دفعت.
فهي علاقة من الطرفين، الناس مستعدة أنها تدفع علشان فلان يطلع يتكلم. المشكلة متى؟ المشكلة لما المادة تبدأ تؤثر على الرسالة، يبدأ يتخذ قرارات ويبدأ يقول كلام بالفلوس. طيب بالنسبة لفهمك أنت لمجتمعك السعودي تحديدا، هل هو مثل ما يقال وأيضا ينشر بأنه مجتمع متناقض، شخص هذا المجتمع يرتدون الأقنعة، في البيت قناع، في الشارع قناع، في العمل قناع، مع الأصدقاء قناع، هل هو هذا فعلا هذا هو المجتمع السعودي؟ ما تقدر تعمم على مجتمع جنسية معينة بمشكلة معينة. أي مجتمع في الإيجابيات وفي السلبيات، في أي مجتمع ممكن تلاقي اللي بتقول عنهم دول. أكثر مشكلة يعاني منها المجتمع السعودي من خلال أنت فهمك لهذا المجتمع وقراءتك له، ومن خلال بحثك أيضا عن التغيير فيما يتعلق ببعض المبادئ اللي عاش عليها المجتمع السعودي؟ أعتقد والله أعلم أنه التحدي الأساسي في المجتمع السعودي أنه يفضل الاستقرار على التحسين. يعني يفضل الأمور تفضل زي ما هي حتى لو فيها مشاكل، على أنه يبذل الجهد للتحسين. في مجتمع يسموه ثرايفز، يعيش على التحسين. يعني لو اليوم ما هو زي أمس في مشكلة، لازم اليوم يكون أحسن من أمس. عشان كده أنت اخترت في خواطر 7 عنوان عريض الشعب يريد الحلول، استثماراً للشعب يريد في تونس وفي مصر. لا، مش الشعب يريد بالمفهوم ده. الشعب يريد بمعنى أنه الشعب يريد حياة كريمة، ليس بالضرورة الحياة كريمة تأتي عن طريق ثورة. الشعب يريد أنه يحسن من وضعه في البلد. مشاهدينا، الآن وقفة أخيرة مع الإعلان، ومن ثم نعود لمواصلة أهم 10. انتظرونا.